ياك حلال تكلم تكلم. ارفع صوتك ارفع صوتك. وانا معاك. يا شباب خلكم معك حلال دقيقة. يا كجولي اي عمر. يا فلافل عمر. سجل سجل. فلافل. قول لا اله الا الله. لا اله الا الله. لا اله الا الله. صلوا على النبي. اللهم صل عليه وسلم. عندي نقص من 500 ريال. الله. اسلم. قلتوا اول برنامج. لغز من 500 ريال زين لا وش اللغز هذا واحد دخل على اخته ايوه زين قالت له هلا هلا بخوي يلي من امي يلي ابوك اخو ولدي هلا هلا بخوي يلي من امي ايوه يلي ابوك اخو ولدي اللي حلو يا عيال اجي حله تسمح لي عندك يلي ابوك هلا هلا بخوي يلي من امي هلا يلي ابوك اخو ولدي هلا من امي يلي من امي يلي ابوك يلي ابوك اخو ولدي اجيك عندك تعلمني في طر جيبي يا الشباب يا ولد ترى يا عيال حلو حبه حبه يا عيال خلينا اللي يعرف الشباب يقوله هلا 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 ابو اللي حلو له 500 ريال اسمعك حلال هلا هلا بخوي اللي من امي هلا هلا بخوي يلي من امي ايوه يلي ابوك اخو ولدي اللي ابوك يلي ابوك اخو ولدي هلا هلا بأخوي اللي من أمي يعني أخوي من أمي أبوك أخو لدي يعبي كذا من السكر كذا بل الكيس المعطي أخو لدي هلا هلا بأخوي اللي حال أبوي حق أخوي الزعفران ها هلا هلا بأخوي أخوي اللي من أمي يعني أنا اسمي دقيقة أخوي من أمي واللي أبوك يلي أبوك أخو لدي يلي أبوك أخو لدي يعني أنا ولدي أبوك أنت أخوه أبوك أنت أخو لدي وهذا اخوي من امي هلا هلا بخوي اللي من امي هلا بلا بخوي اللي من امي يلي ابوك اخو ولدي دقيقه هلا هلا بخوي اللي من امي مثلا اخوي انت اللي من امي الحمد لله يا اخوي اسمع بس خل عني بس اسمع اخوي من امي دقيقه اخوي اللي من امي وابوك اخو ولدي يعني نبي نترك اخوي من امي يمكن هي المغزى ابوك انا احسها مغزى ابوك ابوك اخو ولدي جيب الرقي ايش عني جاوب على الرقي دقيقه ابوك اخو ولدي يا يعني شيخ خلينا ابوي كيف يا زين رجال يقول هلا هلا بخوي اللي من امي يعني انا ابوك انت ابوك ابو عمر ترى ولدي انا لا هلا هلا بخوي اللي من امي اللي من امي من امي ايه يلي ابوك اخو ولدي هلا هلا بخوي اللي من امي يلي هذه بنت ترحب باخوه تو جاي بنتي انا نسيت انها طيب بنت ترحب تقول هلا هلا بخوي اللي من امي من امي يعني ولد امها اي يلي ابوك اخو ولدي بدعت هلا هلا بخوي اللي منو يعني اخو البنت هذا اخويا ايه وابوك انت تراه اخو ولدي يعني البنت هذه عندها ولد ايه اللي ابوك اخو اخو ولدي دقيقه يلي ابوك اخو ولدي يعني انت مثلا اخوي من امي وابوك انت ها اخو ولدي يعني ابوك انت ولدي هلا هلا بخوي اللي من امي ايه يعني ابوك ولدي يعني ابوك اخو ولدي يعني ولدي لا لا اخوه من ابوه اخوه من ابوه هلا هلا لا اي اخت من ام متزوجها واحد ايه على عينها هي اخوي تقول اخوي من امي هذا اخوها من امها لكن ابوه هو ولدها هلا هلا بخوي اللي من امي ركز اللغز دايم ركز به طيب ركز به بس ما دام ركزت به مخي به ما هو به مخي هلا هلا بخوي اللي من امي يلي من امي يلي من امي يعني اخوها من امي ما هو من ام ابوها ايه ايوه يلي ابوك أبو اخو ولدي ابو اخوها اللي من امها ايه يعني ابو اخوها اللي من امها اللي تزوج امها قبل تزوجت ابوه كيف؟ قرب صح؟ والله قرب يقول هلا هلا بخو يا عيال يا عيال دقيقة يا رجاء ما خلص لغزة الرجاء دقيقة حتي يعني أحله جالس أحله أخوي اللي من أمي حلا وش ما عليك حلا حلا وش هلا هلا بخوي اللي عطني حلا مخي فجأة هلا هلا بخوي عطني حلا يلي من أمي علم الناس حلا لا لا شو شو يلي أبوك أخو ولدي أنا شاعر يلا هلا هلا ابو سالم هلا هلا هو اخوه من امه هذه بنت ترحب باخوها هلا هلا بخوي اللي من امه يلي ابوك اخو ولدي
فهمت؟ هلا هلا بأخوي اللي من أمي، وأبوك أنت وخلدي. يلا شاعر. والله. والله الحين. دم أنا دم فيها فلوس هاي. طب التعاون على 250 كيف؟ خلنا التعاون على شاعر وش أحلها لك هذا. شاعر وشوف البيوت اللي تشرفني والعكس أيضا صحيح أشرفها. يا سلام. فكر ابو من زود مدري غطرسه مدري طمع لا ما اسمع من زود مدري غطرسه مدري طمع ما تكفين البيت المعيه ابو بيت اللي سمعها المستمع قال ارحبوا يا رجال تعال علي يقول العكس ايضا علي. صحيحا يسبب والله ياك حلال لغزك مره انا فهمت ان عندها اخو من ام ما هو من ام ابوها عندها اخو من ام يعني امها قبل تزوجت او مات او تطلقت عندها اخو من امها هذا اللي انا فهمته هذا صح نقطي صح أخوها اللي منهم هذا أبوه هو متزوجتن أبو أخوها من أمها صح ولا لا صح طيب إيه هذه صح مو 500 جيب 500 طب اصبر جيب 500 والله حليتها دقيقة كيف صار أخوه من شو اسمه الحين أنا أعلم مثلا هي أخوها من أمها أخوها من أمها أبوه نفس أبوه إيه؟ عنده أبو وهي تزوجت أبو أخوها اللي من أمها جدة أي تزوجت جد أخوها اللي من أمها وصار أبوه لا أخو ولدها إلا والله لا والله لا 500 والله لا 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 والله مو كذا والله هيك حيلان اسمع صل على النبي صل على النبي أنا أكثر من ورق حزن الحين أنت قلت أنت تورطت الحين لا والله لا والله أخوي اللي من أمي يا هلا بأخوي اللي من أمي وأبوك أخو لدي سهلة أخوها اللي من أمها أبوه عنده أبو صح ولا لا؟ طيب أبو هذا متزوجته إيه البنت هذه؟ متزوجت الجد إيه لأن ما هو محرم لها المحرم أبو الولد أبو أخوها اللي من أمها ما يكون محرم لأنها تزوج أمها قبل طيب فيوم تزوجت أبو أخوها شفت كيف وجابت من أبو أخوها ولد يا ولد حس مخي أبو لا سهلة هي ترى هذه والله هذه يا دوش اللي أبو اسمع هي سهلة ترى والله هذه يا سهلة معلومة وش دام ما حد يمنع يا خبر طاش وطاش إيه خبر فؤاد إيه ما تزوج عجوز إيه وناصر القصب تزوج ناصر القصب تزوجت تزوج البنت اسمع مو ناصر القصب أبوه تزوج البنت اسمع فؤاد ناصر القصب صح أيوة فؤاد أبو ناصر القصب تزوج عجوز فؤاد خل على فؤاد تزوج عجوز فؤاد تزوج عجوز أيه وأبو حسين تزوج أبو حسين تزوج البنت البنت يا البرتقال هذه أي هذه كذا هذه فهمت البنت جابت ولد حسين نفسه والعجوز جابت ولد لا مو نفسه يعني نحلل كان العجوز جابت ولد أيوة فهمت ولد البنت زين إيه؟ له انطلق ترى له ولد أنت يا البنت إيه؟ له أخ من أبو دخل قال هلا هلا بأخوي يلي من أمي يلي أبوك أخو لدي فهمت قل إخوان تزوجوا هي إخوان يا غبي هم إخوان هم هذاك أبوه بحسين على إنه أبو فؤاد لا يا غبي إلا هذه اللي كان زكي هلا أبو أخوي يعني هذيك جابت ولد وهذيك جابت ولد كلهم هذاك جاب العجوز جابت ولد مو بنتها جابت ولد وبنتها جابت ولد وعنده أخو من زمان عندها أخو من زمان فهمت دخل أخوها اللي من العجوز إيش قالت إيش قالت له هلا أخوي هلا لا ما خلص قاعد يفكرون شباب قاعد يفكرون والله يا الحسن أنا بقول شغلة فهم مستناك من يوم تخلص عشان أقولها يعني بس فهمت شلون قد خلصت ولا ما خلصت؟ ترى تفهم؟ خلصت صدق والله إيه خلصت ولا خلصت والله بس هذا نفسك أيوه بس لا تأخذ إجابة لا عندك إجابة لا والله أنا والله ما عندي إجابة والله وقلت والله سؤال صعب بس علمني إيش جوابه جواب يا طويل العمر خبر فؤاد أبو حسين طاش مطاش أبو حسين ما تزوج البنت وفؤاد تزوج العجوز إلا صار إكس العجوز جابت ولد والبنت جابت ولد ولد عجوز وش يصير للبنت أخوها من أمه صح راح له قالت هلا بأخوي يلي من أمه يلي أبوك فؤاد أخو لدي فهمت بس شكرا يا حبيبي أنت ها
بس